والله نحن عايشين بحالة قلق وحالة خوف كمان كتير، وعم نتخيل يعني لا سمح الله إذا رجعونا على سوريا شو بده يصير فينا. أكيد النظام رح يعتقلنا وما لحق نوصل على المطار أصلا، وعلى اعتقال وتعذيب نحن مطلوبين. في ظلم علي وعلى السوريين بالقرارات بين اليمين واليسار. انا الاضراب ما راح اتراجع عنه لبين ما اشوف ينشال هالظلم عني وعن الجاليه السوريه. الوضع كتير كتير صعب يعني، وأنا بالليل ما عم نام أبدا يعني، كتير عم ضل إبكي وعم ضل فكر إنه شلون بدهم يودونا على الموت. نحن هربنا من الموت، شلون بدهم يودونا على الموت؟ أنا من غير أولادي بموت يعني، أنا حرموني من بيتي ومن أصولي لحتى هون يحرموني من أولادي كمان. كل العالم تعرف إنه سوريا مدمرة واقتصادها بالأرض، وأنا ست كبيرة إذا بتيجي قنبلة جنبي ما بقدر أتحرك، بموت بأرضي.